السياسية والنقابية والجمعوية وتعبر عن تضامنها ومطالبها المشروعة في قضية تحمل بعدا وطنيا أكثر تأثيرا منه محليا. شعبية وطنية محلية سامرية قلتي وصل واحد الثمن اللي معمول فعلا فعلا هذا 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 مؤشر واضح ديال انه الغلاء وصل لهاد الدرجه هذه ديال لهاد المستوى هذا اللي كينهك الجيوب ديال المغاربه. كما قلت بان الغلاء ديال المحروقات له اثر مباشر على جميع المواد، راه كلشي كيتحرك بالطاقه، كلشي كيتحرك بالطاقة. ولما كترتفع الاسعار ديال الطاقه ديال المحروقات هادشي كينعكس على كل المواد وكل الخدمات، فاذا المغاربه كياديو الثمن بشكل المره الاولى والثانيه والثالثه عده مرات كياديوه بسبب الغلاء ديال المحروقات. هاد المساله واضحه، ولذلك احنا اليوم كنحتجوا وندعو المغاربه للاحتجاج والمزيد من الاحتجاج باش يمكن نوقفوا ونتصدوا لهاد المنحه اللي مشات فيه الامور اللي غادي تحول المغاربه الى 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 شعب بائس، تحول المغاربه لواحد الدرجه ديال العجز حتى ديال سلبيه الحاجيات الاساسيه والبسيطه ديالهم كمواطنين في هذه البلاد. تحياتي.